هفضل انجح مش صفحة، لو في الشارع هفضل انجح، لو انا دخلت تلفزيون واثبتت فيه وجودي من غير صفحة، ما هي الصفحة مسروقة وفيديوهاتي لسه بتتعرض وفيديوهاتي لسه شغالة. مش الصفحة اللي بتعمل بن أدمين ولا الفلوس اللي بتعمل بن أدمين، الواطي واطي عند الأصيل أصيل. جمعة مباركة على كل المتابعات المحترمات اللي بيحضروا اللايف ده دلوقتي، اللي فعلا مؤمنين ان ممكن أبي لندن ووكر تكون عندها حاجة بتفيد الناس، ما بتكسبش من وراهم حاجة، يمكن اللي بكسبه هي حاجة واحدة بس، دعوة الناس الحلوة اللي بتقعد لي في غربتي أو في أي بلد بأخشها. والله العظيم والله العظيم أنا عندي ناس ربنا حطهم في طريقي، عوضني حاجات كثيرة قوي. لقيت عزوة أنا ما كنتش حتى بدور عليها اتحطت في طريقي، لقيت ستات جدعة اتحطت في طريقي، لقيت أداة من ستات متبرعين لوحدهم كده يخشوا يردوا غيبتي، لقيت ستات لقيت نتيجة من الحاجة اللي بعملها بتدعيلي. عشان كده ربنا بيقومني أند يقويني أند بيخليني أحس أني أقوى من أي مرض، أقوى من أي سرقة دنيئة من إنسان حقير. It's like بيطبطب علي يا ربي بالضبط. عارفين يا جماعة احنا بنعيش مع جنسيات كتيرة جدا في أوروبا، أشكال عند ألوان، لكن دايما دايما المصري هو اللي يضرب المصري أو المصري هو اللي يسرق المصري. كنت مبهورة ومخضوضة ازاي انت يعني ممكن تكون مش محتاج الفلوس اللي خدتها، ليه يشفي غليلك ان انت تمسح 1800 فيديو من قناتي الكبيرة؟ هو ده يشفي غليلك؟ طب ما الفيديوهات كلها متخزنة عندي في الاي كلاود ونزلتها تاني، ولو اتمسحت هنزلها تاني. I never give up. عارفين ليه أنا I never give up؟ لأن I like what I'm doing. I love what I'm doing. أنا بحس بسعادة باللي أنا بعمله، باقتناع، بشغف، مش للنجاح، بشغف للحياة. اللي بيحب الحياة بيفضل يكمل حتى لو على العربية كارو، يعني تخيلوا، يعني حتى لو أنت بتبيع أي حاجة على العربية كارو وبتلاقي كل بضاعة بتاعتك راح اتباع، بتحس بسعادة إن أنت بعت. أنا ما ببيعش حاجة، أنا ببيع التفاؤل، حب الحياة، وده ملوش تمن. أنا ببيع الثقة في النفس اللي ببثها أثناء لايفاتي أو فيديوهاتي القصيرة المقصوصة اللي بتقولك there is a hope، في دايما أمل، في أمل. سيان مشكلتك وحشة أو حلوة، في أمل إن أنتي to feel better، في أمل إن ممكن تكوني واخدة كيماوي زي أبي ويكون شعرك بيقع، ممكن يطلع، ممكن ان انت بشوية جنزبيل في شوية شامبو تعرفي توقفي التساقط immediately في نفس اليوم. ممكن معلقة مية بصل مع معلقة صبار مع معلقة زيت زيتون او زيت جوز هند تقدري توقفي التساقط. ممكن تكرار الاهتمام بالشعر أو بالبشرة تتحسن. هو ده اللي أنا ببيعه، واللي بكسبه الدعوة الحلوة اللي بتخرج بعد علاج حد ليه.